Bonjour mes élèves, comment ça va? On va commencer avec la première leçon, au marché. Yani au marché, yani في السوق. اللي هو السوق لما المكان اللي بنشتري منه الخضار والفاكهة. هنبدأ باللكسيك، لكسيك يعني vocabulary. عندي المو هنا words الماسكولان بالسونس بتاعه بالمينينج بتاعته، الفيمينان بالسونس، البلوريال بالسونس. عندي ان كونكومبر كيوكمبر خيار، ان سيترون ليمون ليمون، ان كليان كلاينت او كاستمر عميل يعني او حد بيشتري حاجة او اللي هو العميل، ريفريجيراتور يعني فريج، او ان فريجو برضو يعني فريج، فريجو السبيلنج بتاعها اف ار اي جي او اف ار جي او اف ار اي سوري جي او. الفيمينا اون كاروت السونس كاروت الجزر، اون ليتو ليتوس اللي هو الخس، اون تومات توماتو طماطم، اون باستيك ووتر ميلون بطيخ، اون مونتر ووتش ساعة، اون امبول بلب. بعد كده عندنا البلوريال والسونس، دي فروي يعني فروتس، دي بانان يعني باناناس. مكتوب ام جنب فري ومكتوب اف جنب بانان. الام دي ابريفياسيون لايه، اختصار لايه؟ ان كلمه فري لو هتيجي سنجولير لو هتيجي مفرد بتبقى ام فري بتبقى ماسكولان، وكلمه بانان لو هتيجي سنجولير لو هتيجي مفرد هتبقى ان بانان. بعد كده عندنا دي ليجوم اللي هي الفيجيتابلز الخضار، دي بوم دو تير بوتيتوس البطاطس، دي جون بيبل، دي ميلون الميلونز، دي زابل كولز. بعد كده هننزل تحت شوية هنلاقي لي فيرب، فيرب مارشي تو ووك، رامبلير تو فيل، اكسبوزي تو اكسبوز، اشتي تو باي، فوندر تو سيل، مانكي تو ميس، ريباري ريبير. بعد كده لي زادجكتيف، بون مارشي يعني شيب حاجة رخيصة، مارشي في e entre parenthèses في e between brackets لو انا هتكلم على object feminin، لو هتكلم عن object feminin. animé animated ال e برضه نفس الكلام. quatre دي هنشيلها، vide يعني empty حاجه فاضيه، cher من غير accent ومن غير e يعني expensive بس لو بتكلم عن حاجه masculin، cher بaccent على ال e و e في الاخر يعني expensive بس حاجه feminin. الشاب الأولانية حاجة ماسكولان سوري. كاسي بروكن، أون بان أوت أوف أوردر حاجة بايظة عطلانة. بعد كده هيجيب لي بريبوزيسيون، يعني إيه بريبوزيسيون؟ يعني بريبوزيشنز حروف جر. جايب لي أدروات يعني أون ذا رايت يمين، أجوش تو ذا ليفت شمال، أو ميليو إن ذا ميدل في النص، أكوتي دو نكست تو يعني بجانب جنب. عندنا expression expressions، faire des courses يعني go shopping نحنا نعمل shopping، decree يعني shouts في الزعيق أو في صوت عالي،